بسبب منع قوات الاحتلال الطرق من أجل الوصول لهذه المنطقة، أم هناك أسباب أخرى متعلقة بعدم توافر الوقود؟ لا، نحن هنا كسيارات إسعاف، هنا نتحدث كهلال أحمر فلسطين خرجت سياراتنا، لكن هناك يوجد سيارات إسعاف تتبع لوزارة الصحة أيضا لا تستطيع التحرك بسبب الاستهداف. يعني المنظومة في منطقة شمال غزة وغزة هي مشلولة بالكامل كالمنظومة الصحية هناك. طيب، ما المستشفيات التي تعتمدون عليها الآن في جنوب غزة؟ يعني هناك مستشفيات عديدة يتم نقل المرضى إليها والمصابين. لدينا مستشفى أبو يوسف النجار، لدينا مستشفى الأمل، نحن لدينا مستشفى يتم قصف محيطه يوميا تقريبا، ويصلنا إصابات وشهداء من تلك المنطقة. مستشفى الأمل هو موجود في خان يونس، هناك مستشفيات في رفح أيضا. بالمناسبة يبدو أن الحلول المؤقتة البديلة الآن لهذا هو موضوع المستشفيات الميدانية. نحن تقوم دائرة الكوارث عبر متطوعيها وموظفيها بالمساعدة في إنشاء المستشفى القطري مثلا، وهو مستشفى ميداني يحوي على 50 سرير، سيحوي على غرفة عمليات وعناية مكثفة. هذا سيكون حل بديل مؤقت، لأن المستشفيات هي أضخمت بشكل كامل بالإصابات، وهي نسبة الإشغال فيها مضاعفة، ولا يوجد إمكانيات ومستهلكات طبية، وهناك صعوبة في الوصول سواء كان بسبب الكميات أو آلية الإيصال لهذه المستشفيات. إذن الآن هو الحلول الأخرى أصبحت المستشفيات الميدانية، ونحن نعمل مع هذه المستشفيات الميدانية أيضا سواء بالمشاركة. طواقم الهلال الأحمر التي كانت تعمل في مستشفى القدس في تل الهوى، التي تم إخلاؤه قصرا وإجلاؤه بالكامل من تل الهوى في غزة، ستعمل في هذه المستشفى، في مستشفى الهلال القطري تحديدا، متطوعين من أجل الإنسانية. ما شكل التنسيق بينكم وبين الهلال الأحمر المصري على الجانب الآخر من معبر رفح؟ هو تنسيق كامل متكامل. نحن كطواقم هلال أحمر فلسطيني نعمل مع طواقم الهلال الأحمر المصري، يقومون بالاستلام من الهلال الأحمر المصري في معبر رفح، وتسليم إفراغ هذه الشاحنات المصرية، ومن ثم وضع شاحنات فلسطينية، وضع المساعدات على شاحنات فلسطينية. طبعا هذا الموضوع هو يأخذ وقتا كبيرا بالتأكيد، وجهدا كبيرا ومضاعفا من الطواقم، خاصة مع صغر حجم المعبر. وأيضا المعبر هو بسبب استهدافه في الفترة الأخيرة هو غير مهيئ بصورة جيدة لمثل هكذا حركات، فبالتالي هذا يحدث تأخيرا أيضا في موضوع إدخال المساعدات، بالإضافة إلى أن عملية ما بعد المساعدات وهي إيصالها إلى النازحين أيضا هي تحديات. صحيح. هل يتم الآن جدولة الأولويات بالنسبة للأحمر الفلسطيني بالنسبة للمساعدات التي تصل إليكم من الجانب الآخر من معبر رفح؟ يعني نحن نقدم للهلال الأحمر أن نقدم الخدمات بالتأكيد، لأن لدينا 13,000 نازح بالمناسبة في مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس الرئيسي. هناك هؤلاء 13,000 نازح هم نزحوا إلى هذا المكان باعتباره مكان آمن، مع علم أن هناك لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة للأسف، ولكن نزحوا إلى تلك المنطقة وإلى هذا المباني الثلاثة الموجودة لدينا. هناك أولوية وضغط كبير جدا في المساعدات لصالح هؤلاء النازحين في هذه المنطقة. تحاول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا إيصال بعض المساعدات للنازحين في مناطق أبعد من ذلك، لكن الأمور هي صعبة على عدة نواحي، أهمها عدم وجود وقود، ولا يدخل في المساعدات وقود بتاتا، ولم نحصل على وقود خلال الفترة الماضية بالكامل، فبالتالي هناك تحديات كبيرة أيضا في تشغيل الشاحنات لإيصال المساعدات لأماكن أبعد، فبالتالي إنقاذ المساعدين النازحين في المباني الخاصة بالهلال الأحمر فلسطين ومرافقها، تشغيل سيارات الإسعاف للاستجابة. نحن لدينا 18 سيارة إسعاف تعمل ب71 كادر بشري يعملون ما زالوا في منطقة جنوب غزة والمناطق التي يسمح لها أو يوجد فيها خدمات إسعافية بسبب توفر بعض الوقود، هناك يعملون. فبالتالي هذه الأولويات. لدينا الصحة النفسية تقدم بعض الدعم النفسي للأطفال والنازحين أيضا في مراكزنا. هذه هي النشاطات التي تقوم فيها حاليا هلال أحمر فلسطين. طيب.